كنظموا احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي هو تحت إشراف مجلس الجهة والجمعية ديال الموظفين ديال إدارة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة. وبهذا المناسبة كنحيو جميع نساء العالم، النساء المغربيات بصفة خاصة ونساء الجهة ديالنا بصفة خاصة أيضا. وكان هذا الاحتفال هذا هو ماشي عبثي، هو لأنه المرأة مهمة في جميع المجتمعات، وإلا كانت الاحتفال بالمرأة وكانت تحسين الظروف ديال المرأة وإنصاف المرأة راه كيعود بالفائدة على المجتمع ككل. مساء الخير عليكم جميعا، أنا جد سعيد بتواجدي اليوم في هذا الحفل وفي هذا اليوم بهذه المناسبة العظيمة. كل شيء تعرف مناسبة 8 مارس هي مناسبة تخلد للمرأة ومكانة المرأة ودور المرأة والمعزة ديال المرأة، وإحنا كفننا ما يمكننا إلا نشاركوا في هذا الحفل التعبير بالموسيقى بجميع أنواع التعبير على المكانة ديالها وعلى المعزة ديالها. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحية خاصة للنساء أينما كانوا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. وفي هذا اليوم أقدم تحية خاصة للنساء المغربيات اللواتي وصلنا إلى مستوى عالي، وخصوصا نساء العالم القروي. هنا كنتكلم على نساء العالم القروي لأن في المغرب هناك عدة مكتسبات اكتسبناها، كمثلا في مدونة الأسرة وكذلك إعطاء الجنسية لأبناء المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي، عدة مكتسبات حققناها في المغرب. في نفس الوقت يعني لا زلنا نبحث على مكتسبات أخرى لم نحققها بعد، ولكن في هذا الإطار كنقول على أنه نساء العالم القروي يعانون عدة مشاكل كثيرة. المرأة القروية ما وصلتش حتى للربع اللي اكتسبتها المرأة في العالم الحضاري، إذن خاص واحد الالتفات للمرأة القروية اللي كتعاني عدة مشاكل، كتعاني الفقر، كتعاني الهشاشة، كتعاني يعني الأمية، كيعانيوا الفتيات القرويات من الهدر المدرسي لأن هناك داخليات بعيدة، ما كاينش طرق، ما كاينش الكهرباء، ما كاينش بزاف د الحوايج اللي كتعاني منهم الفتاة القروية والمرأة القروية. في هذا اليوم كنتمنى انه دار عدة اشياء من اجل مصلحة المرأة القروية اولا وكذلك مصلحة المرأة المغربية ككل، وشكرا.